زیارته به زیارته پایت خوش بینا جنته بکم میرین تیم بر بته بکیم راز ملت ما ای بی فلک ای بی توصی ملک شیخات توصی ملک ابن خامی توصی ملک ابن توصی ملک یا شیخات بیا توصی ملک ابن خامی الیزیدیه هي اسم من اسماء الله يعني أزداي هو الذي خلقني أزداي خداي يعني الذي خلقني خلق نفسه فتسميتنا واعتقادنا وإيماننا بهذا الشكل العنصر الأساسي زرادشتيين زرادشتيين بعد زرادشت إجاج ممانو قسم الأعظم من الأكراد صاروا مانويين بعد المانويين طبعا كل عهد تتغير شمال الأسامي الفترة الأخيرة صاروا يزيديين يعني اليزيدية اسم من أسماء الله أزداء بمعنى الله عطى اسم بالكردي نقول خدي أزدام الله عطاني اسم من أسماء الله اليزيدية أول ما وحد الله ديانة غير تبشيرية ديانة قديمة جدا قبل الميلاد قبل طبعا يقولوا أن اليزيدية ما لها ديانة سوية لأن لا يوجد كتاب لليزيدية اليزيدية قبل لم يكن هناك دفاتر أو أقلام لكي يكتبوا ويقولوا بأن لدينا كتاب لازلنا نحتفظ بعلم الصدر بحيث جيل من جيل يأخذها توصي ملك الشيخات توصي ملك ابن قامي توصي ملك ابن توصي ملك يا شيخات بها توصي ملك ابن قالا توصي ملك ابن امين سلطان زي هول هولا توصي ملك ابن قامي هو سلطان انا قبل ما اطلع لبرات بيئتي يعني ما كنت حس انه في مشكله ابدا يعني كان امر كله طبيعي كونه نحن متربيين بالاساس انه نحن الازديه في ان عاداتنا ان طقوسنا ان عقائدنا يعني ومتربيين عليها وكبرنا عليها حسينا بالفرق بعد ما اختلطنا مع غير مع الإسلام وقت دخلنا على المدرسة ودخلنا على الجامعة كان العالم فهمانين غير شيء عنا إني هذول الجماعة يزيدية هذول الكفار بيعبدوا ما بعرف إيش عم بيعبدوا كان على طول يتجنبوا هالعالم هذا والشعب كان متأخر والشعب ما في خلطة بعد فترة يعني من خلال 20-30 سنة وهالسب تغير الجو كله لأني صار خلطة هلا اليزيدي أولي ما كان يجوا بين العالم من إيش؟ من هالحكايات العالم بعد ما كانوا بيعرفوا أنه أنا مثلا إزدية بالنسبة لرفقاتنا العرب كانوا شوي هيك ياخذوا حذرهم مني أنه كونوا عندهم اعتقاد بأنه نحن ما بنعرف الله أو بنعبد الشيطان من 30 سنة وقبل 30 سنة شيء يعني 32 سنة وهالصوب أنا ماني مجوز جيت لحلب أنا دخلت سكك حديد وقت اللي دخلنا سكك حديد تقريبا شيء 400-500 واحد دخل بالوظيفة هذيك الوقت تعرفوا نحن يزيدية كل واحد صار يحكي شكل لما تعاملوا معنا وشاف أخلاقنا شاف أدبنا شاف هدول صار غير شيء إلو هدول يزيدية كان يقول هدول كفار هدول كذا إلو هدول معاملتهم أحسن منا أنا بعرف إن اليزيدية هم دين يعني بس ما بعرف عنه شيء. أنا بعرف إنه بعدين اليزيدي دين يعني بعرف إنه اليزيديين دين منغلق على بعضه يتحدث اللغة الكردية ويوجد منه في القامشلي وفي الحسكة. بعرف إنه متابعين للإسلام
هي بس هذا أكثر من هناك، بس هذول هناك. وديانتهم طبعا خاصة، يعني لا هي مسيحية ولا إسلامية، تديك ديانة خاصة معروفة إنه بيعبدوا الشيطان هيك يعني. هيك. اليزيدية إجمالاً دين معتقد لناس كويسين، يعني أساس أو مبدأ صدق حياة وإيمان، أو ما سنيا صدق حياة وإيمانه. أول شيء نعمل لرب العالمين، وبعد رب العالمين نحن نقول طاووسي ملك. بعد طاووسي ملك في ست ملائكة، مع طاووسي ملك سبعة عني، في ستة نعترف كله. وش قد في الديانة نحن اليزيدية كله بحترفون، يعني كل الديانات إذا شقد في ديانة مثلا في 72 ملي، نحن اليزيدية بحترف كل العالم. نحن نقول نحن من بني جرة. كيف من بني جرة؟ عندما خلق آدم من تراب وخلق حواء من فخذه أو من تحت فخذه، اختلفوا حواء وآدم على قبحته، قال حواء بأننا نحن أنا أم الكون، فقال له آدم كيف أنت أم الكون وهناك خالق؟ الذي خلقني فهو خلقك أيضا. فاختلفوا عن ذلك، فقال لها آدم سندع جرتين بحيث لا نأتي أن نرى هذه الجرتين بعد 40 يوم. حطوا هذه الجرتين، أتوا بعد 40 يوم على خلاف وفتحوا هذه الجرتين، بحيث أن جرة آدم كانت هناك فيها امرأة بنت وشاب، وأما جرة حواء كانت فيها حشرات وهكذا أشياء، يعني حشرات. طبعا نحن نقول أنه نحن من هذيك البنت تبع جرة آدم. نعبد الله أول شيء، طاووسي ملك، وفي عن أولالش الحاج تبعنا، والأشخاص التعاون مع اليزيدية، هدول الأشخاص لهم قيمة باليزيدية، مثل الشيخ شمس، الشيخ أبو بكر، الشيخ هادي، الشيخ سجادين، الشيخ شرفدين، هدول كمان نذكر اسمائهم بالعبادة. نؤمن بالطاووس الملك، ونقول عندما لم يسجد لآدم وقال كيف أسجد لآدم وأنت خالقني فسأسجد لك، فهذا الاعتقاد عند الآخرين يقولون بأنه إبليس لأنه لم يقوم بما أمره الله، فنقول عندها كانت اختبار من الله ليصبحوا لأن يكون رئيس الملائكة. بيأمنوا بكل الأنبياء لأنه أنبياء الله. من هذا يمكن أخذينا من الجسم الإسلام، عم يقولوا آمنتوا بالله وبكتبه ورسله أخذينا منه. نحن بالنسبة لليزيدية ما في عنا أنبياء، نقول الذي خلقني هو يستحق أن نعبده. أبيد وتيداي يا راي ملك أدى شن عبازة مصصني خلاص كيش قدايج بلاي ريام الرحمة عرش وكرسي حياة الكرسي قامسي الحالمة إيدي شق ببين برسي رحمة عرش وسما لوح وقلمة هو دما يا رجال السرح يا صباح جديد يا ملك الشهيد نفس أسر سلطانتي ما فري يا سلطانتي ما فري يا رب العالمين خالقك من هرو هري يا رب ترحادي ترشقون ترحاد برين يا رجال الصبح يا صباح المشوقري أمي العالي شيخ الحقيقتي شيخ وبير ومريد أحد لأحد ماريد أنتو شيخ نحن مرحن بريد أنتو برين تقبل دعاني يا رب دعاني دعات المؤمنين تقبل دعاني بتسالحين تقبل دعاني بتخطين الله أمين الله بابكم يا الله خير دائما الله خير يا الله خير يا مولادي يا خدي وخدايا مال الشيخ حسن يا شيخ خالي. احنا اليزيديين نحب النور ونقول لولا الشمس لما كان هناك الحياة، فلذلك نقدس الشمس ونقول اوقات
قبلتنا نتوجه بها إلى الشمس ونقول هي النور. إذا ما في شمس ما في الدنيا، ما في أرض. أول ما طلع الشمس كون الأرض. نحن متعلقين على الشمس، الشمس يعني واحد لازم يعبد الشمس. القبة تبع لالش، القبة الكبيرة واللي هي على قبر الشيخ آدي، ترمز إلى 24 خطوط، يعني ترمز إلى الليل والنهار 24 ساعة، أي ترمز إلى الزمن. فوق القبة في مربع، هي بترمز على الفصول الأربعة. ورمز الأكراد يعني أزيدية رمزه صليب، صليب هذا أربع قناة يعني شرق ومغرب وقبل شمال، هذا صليب يعني صليب رب العالمين قبلاته. الأفعى السوداء نقدسها لأنها كان في أوقات الفرمانات التي قامت بها على اليزيدية. هناك مجموعة من اليزيديين نسموها بهويدي، والذي قالوا بأننا نترك ديانتنا اليزيدية ونذهب إلى ديانة أخرى. فعندما ذهبوا هذه الجماعة أتى أفعى، نقول هكذا، أتى أفعى حولهم وقال أرجعوا إلى دينكم. فحتى الآن هناك أسماءهم نقول بأنها هويري. فلهذا للأفعى أيضا قداسات لنا. اليزيدي بيقدس الأفعى وخاصة الحي السوداء، هذا بإنه بيرجحوه أنه أثناء طوفان النوح أنه الأفعى حاول يسكر الثقوب السفينة، سفينة نوح، لإنقاذ الملة اليزيدية من الغرق. فإنه بيقدسوا الحية السوداء، وهذا موجود عند السومريين وعند أيضا الهندوس في الهند. زمزم مشابه لاسم زمزم في مكة، أي إخوتنا الإسلام. الزمزم هي الماء النقي، الماء اللي نحن بلغتنا الكردية نقول أبا زلال، أي الماء النقي، لهذا التسمية سميت بالزمزم. أما بالنسبة كيف أتى زمزم ولماذا، نقول عندما أتى الشيخ آدي إلى من بعلبك بيت الفار إلى اللالش، حيث ضرب بعكازته الصخرة أخرج منها الماء. عرفات هي المكان الذي تعرفنا به على الشيخ آدي. هناك فوق على جبل من جهة الجنوبية من لالش في مجلس، يقول هذا مجلس الشيخ آدي. في ذلك الوقت عرفوا اليزيدية عليه فسموا عرفات، يعني تعرفوا عليه. الشيخ أودي مسافر جدد، حاول تجديد الديانة اليزيدية من خلال تقديمه لإصلاحات على هذه الديانة وتغييرات. يعني قال لكل واحد يزيدي أنه ممنوع تلبس أزرق، لفرق عن غير الفرق الإسلام، غير الفرق الغريبة، يعني ما هو يزيدية. قال لهم ممنوع تلبس اللبس الأزرق، أنه ممنوع تدهنوا بيتكم باللون الأزرق، الشبابيك باللون الأزرق، كل شيء لون أزرق ما خلاهم يستعملوه. ثاني إضافة إنه قال لهم ما بيصير كل واحد منكم بيأكل الخس أو الملفوف. طبعا هو طالع فتوى شرعية باعتبار الخس أو الملفوف فيها حشرات ضارة، فبيسيء للإنسان يعني لصحته. المحرم عليه الخضار مثل الخس، الملفوف، القرنبيط، هذول
هذول من فصيله بعض هذول هلا ثلاثه اربعه عند اليزيدية. هذا صار من زمان، مو من ديانة اليزيدية محرمة، هذا من احد الشيوخ اليزيدية. طبعا هي المحرمات مو اتت من الدين، هي وليس بكثير اتت هذه المحرمات. مثلا حرم علينا اكل الخس او الملفوف. ما يلبسوا الازرق بعض اليزيدية يختلف عن الثاني، بس حسب ما قالنا الباحث يزيدي تاريخي، قالنا اللبس الأزرق متشبه بالسماء، سماء مقدس يعني ألوان مقدسة، يقدس السماء لونه أزرق، ما يلبس الأزرق. اللون الأزرق هي كمان نفس على الخست. طبعا وقت يتوفى واحد يزيدي يضربوا يعني على وجهه، يلطموا وجهه وهيك ويشيلوا شعره ومن حزن على الموتى، فقالوا الشين حرام على اليزيدية. الشين بلغتنا الكردية هي الحزن، الحزن الكثير، فقالوا الشين حرام على اليزيدية. فاسم الشين بالكردية هي نفس اللون الأزرق، نفس الشين، فلذلك اعتقد بان يقولون اللون الازرق. شهادات دينيه من ايك الله توصي ملك حق حبيب الله مقلوب ومرجيت سلا سلافيت من لالش مقلوب ومرجيت جوتت قبا لوي اردي اردي ازدي خال سردك شن برشي خادي عبادتي وسجودتي سلطان شي خادي باشاي منه شي شمس مسبا منه بنيا جافي منه بيري منه شيخي منه مربيه منه خداني منه الحمد لله جاديه فافرت نشكافر رافديه ام هافيت نسبش كشيخ سنديه منت كارن جميره فافرت نشكافر وخنزيره ام هافيت نسبش كشيخ شيخان وبيره هكا خديك الازيدينا سرنا في سلطان ازينا ام بقول وكان قدره زينا. شهر نيسان عند اليزيديه الجواز فيها حرام 30 يوم، لأنه هذا الشهر شهر مبارك وشهر هي مزينة عروسة، هي عروسة السنة، هي حرام عند اليزيدي يجيب عروسة تانية على هالشهر، لأنه هي من أول عروسة، هي نقدس هذيك الشهر لأنه عيد الطبيعة. وعندنا حتى شهر نيسان الفلاحة الأرض حرام، إنه وقت الورود وقت الزهور وقت الطبيعة، يعني حرام اليزيدي يفلح أرضه، لأنه أيام تلقيح الأزهار بهذيك الأيام بهذيك الشهر. الزواج عند اليزيدية ما بعتقد أنه في زواج محدد، يعني في هناك واحد 12 متزوج 12 واحدة، لا ليس لدي فكرة على هذا الشيء. البيض الملون هي رأس السنة اليزيدية، تقع في أول أربعاء من شهر نيسان الشرقي. البيض ترمز إلى تكوين الأرض، عندما كون الأرض كان على شكل الذرة وبعد أن تفخ وهكذا وصار الطبيعة وكل شيء، فكان تكوين الأرض كالبيضة، فنلونها بألوان الطبيعة، ونقول بأن الطبيعة هكذا، وهذا البيض يرمز إلى تكوين الأرض. الحداد عندهم شلون؟ لما الشاب كان يقتل او يموت الشاب بيقطعوا، كان النسوان بيقطعوا جدايلهم، مو طبعا الكل يعني، اللي يعني كثير عم يحب اخوه بشكل زياده تجي اخته تقطع جديده، مو الكل يعني، طبعا هذيك الوقت كان يعملوا جدايل سته سبعه بيقطعوا جديده وبيعلقوها بيعلقها فوق قبرهم يعني. واحد عطى عمره لكم توفى بالنهار قبل غروب الشمس، الدفن تبعه مسموح، اما بعد الغروب ممنوع اليزيدي يدفن الميتة تبعه، وقبل طبعا اثناء الميت يجي الشيخ والبير، الشيخ والبير عم يغسلوه ويلفوه بالابيض، طبعا بقماش الابيض، واتجاهه على الشمس، اتجاه الميتة تبع على الشمس،
وفي ايش قبل ما يشيلوا شيل الجنازه يذبحوا ديك يزيدي دم يعني، وطلقه او طلقتين. لبس اسود ما يلبسون اليزيدي، ملون بس مو اسود يعني، بلكي مو ابيض بس مو اسود. في تعميد اليزيدي عندما يولد طفل يزيدي يأخذونه إلى الحج، بحيث يرمون إليه ماء العين البيضاء يباركون به بهذا الماء، فهذا هي تعميدنا عندنا. تعميد إذا واحد يروح على اللالش على الحج يعمده، أو يجي القوالين كل سنة مرة عند اليزيدية يجيب مي زمزم معهم أو مي عين البيضاء معهم. إذا واحد يزيدي كان اليزيدية مساكين فقراء ما في عندهم حتى أجرة يطلعوا برا، أو يخافون من حواليهم يطلعوا يروحوا على الحج، كان بهذيك الأيام مشي اليزيدية الأمير اليزيدية أو قبله كل يزيدي ببيته إذا ما يقدر يجي ما معه مصاري أو ظرفه ما يساعده، نحن بدنا نبعث من قبل الحج تبعنا قوالين، وفد من القوالين معه طاووس هذا بشبه طاووس ملك يعني، ويجيب مي زمزم معهم، ويجي كل يزيدي ببيته يعلمه على الديانة يعني، مشان تعليم الديانة اليزيدية كل سنة يعني، بين كل يزيدية لازم يجي، إذا واحد ما يقدر يعني هن يجوا كل سنة، ما تتعب حالك ولا تعطي مصاري هني. واحد يجي على يزيدي انه انت عملت كذا يقول له لا انا ما عملت، يقول له ادخل بالدائرة، لما يدخل بالدائرة يقول له انت عملت كذا، لما يقول له لا يعني صعب عليه يطلع من هالدائرة، إنه كأنه ترك دينه يعني. الدائرة على أساس لا يكذب، لما يدخل بالدائرة ويطلع من الدائرة ويكذب كأنه طلع من دينه يعني. أنا أعتقد إنه قصة الدائرة إنه اليزيدي مجرد ما كان ضمن الدائرة، وإذا طلع برات الدائرة معناته بيأسلم أو بيروح على غير دين، هي قصة خرافية ما في شيء من التاريخ، لأن هذه القصة بتعود إلى الإمبراطورية الميدية. الإمبراطورية الميدية عندما قاتلت الإمبراطورية الآشورية بسنة 701 يمكن قبل الميلاد بقيادة القائد الميدي كياكسار، هو شو عمل؟ تفنن ببعض الابداعات ليشجع جيشه، إجا حام حول جيشه ببعض القواد اللي كانوا موجودين، قواد الجيش يعني كانوا معهم، وهو شجع جيشه وقال له نشوف اللي بيطلع الدوار، إذا تهاجمنا نحن من الآشوريين واللي بيطلع برات هاي الدائرة فبيكون إنسان خائن وجبان. ولكن هالموضوع انتقل لأنه كان الميديني أكراد، الميديني أسلاف الأكراد. دائرة طوق، هذا نقول له طوق، طوق يزيدي محصور بهالطوق، محصور بهالطوق، دائرة شم مثل الشمس يعني مثل هاي، إذا يزيدي يطلع من هالدائرة خلاص تسلم. مو الدائرة هي يعني دائرة يعني الدين، هاي أي واحد يختلف عن ديان اليزيدية بده يطلع من هالدوارة يعني. قص الأظافر والشعر عن اليزيدية لما يقصوها يحطوها تحت الأرض كدفن الإنسان، نحطه تحت الأرض، نقول بأنه إنسان عندما ما يموت نحطه تحت الأرض، فلذلك كل شيء يتعلق بالإنسان نضعه تحت الأرض. شعر كمان عند اليزيدية لما يمشطوا النسوان خاصة يلفوا ويحطوا بين الورقة أو بالكيس ويحطوا تحت الأرض لقداسة الأرض. هاي طفل اليزيدي لما أمه بتغسله بالحمام أو كان في أيام زمان طشط بيحطوا هالطفل صغير وبيغسلوه، بيقولوا له بعد ما بيخلصوا له متبخاتونا فرخانة دايو،
خاتون فرقة هو آلهة النظافة في الديانة اليزيدية. يعني أنا بمعنى متى بخاتونة فرخانة دا إنه أنا بفضلك على آلهة النظافة اليزيدية. وقت اللي بتطلع الشمس بيوقفوا بدعيله لخلص الدهاته وبيحط راسه الأرض وبيقوم، ومثلا الظهر كمان كذلك هيك، والمساء كمان كذلك هيك، يعني دير وجهه مغرب مع نور رب العالمين. هذا الشمس نور رب العالمين، للرب العالمين بيصلوا، مو للعبد، مو للملائك، مو للحدا، لا، صلاة لرب العالمين مو للبشر. الصلاة، صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، المساء يعني. صلاة الصبح نتوجه للشمس وندعي، بدنا نسميه دعاء وليس صلاة. نتوجه عند شروق الشمس في الصباح، وهناك صلاة الظهر بحيث نتوجه به إلى الحج. نقول بأن الشمس والحج يكون في مستوى واحد، نتوجه إلى الحج. أما في دعاء المساء نتوجه به إلى غروب الشمس. هنا الدعاء المساء نركع للأرض على رجل قدم واحد وليس على القدمين، بحيث على قدم واحد والثاني يكون هكذا، وندعي ربنا ونبوس الأرض ونقول يعني تقديسا للأرض لأنه نحن من التراب. الصوم عند اليزيدية ثلاث أيام بأقصر أيام السنة، ثلاث أيام عند اليزيدي، يوم الرابع عيد اليزيدي. فالصوم يبدأ عنا من ثلاثاء للخميس، ويوم الجمعة يكون العيد. أقصر أيام السنة الشمس غاب، الشمس يغيب الشمس، يعني ضل قليل من النهار، يعني ضل شيء كم ساعة، من 8-10 ساعات ظل تقريبا 6 ساعات. اليزيدي قال ما ظل الشمس، واليزيدي تابعين للشمس يعبدون الشمس، قصروا الايام والشمس عم يغيب. اليزيدي قال بدنا نعبد مشان الشمس ما يعني يرجع علينا ما يروح. على كل حال اليوم اكثر ايام السنه لما زاد النهار اليزيدي سوى عيد بهذيك اليوم. هناك صوم مربعينية شتاء ومربعينية صيف، هذا الصوم يصومه فقط رجال الدين وليس عامية الطائفة اليزيدية. ثلاث أيام في 90 يوم، بس كل واحد له عمل شغله، بس الأساسي ثلاث أيام بأول كانون حساب الشرقي. ثلاث أيام صيامنا، وفي ثلاثة كمان لخضر عليه السلام. بزيارتي بايتا خوش بينا جناتي، لكن ميرين تيم دربتا بكيم راسي. في كل سنة ستة عشرة لغاية 13 عشرة الحج تبعنا، حج اليزيدية. بس إذا في يعني بين سوريا ومثلا العراق أو تركيا أو العراق، إذا الطريق مفتوح واجب على كل يزيدي كل سنة يزور الحج تبعهم. بالبداية أنا لما رحت على الحج، أول ما تروح على الحج لازم تشلح الصندرة وتمشي حافي بالحج. أو بدك تزور المزارات والمراقد، وفي هناك أول ما تدخل أبواب الحج بدك تبوسه، تنحني راسك للأرض أو لطرف من الباب. بعدين بيئة يوم الثالث وهي ذبح الثور. أول ما زرت الحج
عند اليزيدية عادات غير عادات العالم. لازم يكون حافي القدمين. في مزار بكل منطقة بكل زاوية مزار لازم واحد يبوسها. أيوة. في لهم أبواب لهم أبواب أبواب ضيقة ونازلة كثير لازم واحد ينزل راسه مهما يكون. يعني مشان العبادة. يقومون بذبح الثور وبعد ذبحه يعطون هذه اللحم الثور لكل زوار الذين زاروا يزورون الحج في وقته في اليوم الرابع. في يوم الثالث في ثور يذبحوا ثور في عشيرة باليزيدية عشيرة قيرانية. هني يربوا الثور لمدة سنة بعدين يجوا يذبحوه بالعلش. هذا قربان للعلش ثور. هالثور لما يجيبه كل يزيدي يوصل ايده على هالثور او ياخذ شعره من الثور انه هذا اشي يريد من 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 الله يوصل. يعني اليوم الخامس هو نقول بريش باكي هو على شكل شباك ياتون به بحيث يرمون اليه بماء كانياس بي اي ماء العين البيضاء. ومن ثم يوم السادس كل مساء من بداية 6/10 ل 13/10 هاي 7 أيام هي الحج. كل مساء هناك سماء كل يوم المساء سماء. هذا الطقوس الديانة اليزيدية في 7 أشخاص يعني تقليد الرسل. يعني 7 أشخاص 7 مرات يدوروا والعالم مجتمعين في اجتماع خاص طبعا مجلس الروحاني. 7 مرات يلف بين العالم يعني يدور 7 طبقات 7 رسل و7 أشخاص. السماء يأتي بالشكل التالي بحيث أن هناك 7 ملائكة ويأتون 7 أشخاص من رجال الدين حيث كل واحد يلبس 6 يلبسون اللباس الأبيض والسابع اللباس أسود أي بمعنى هو الطاووس ملك. ونقول بأن الشيخ هادي أيضا كان مبعث يعني من طاووس ملك له صلة بطاووس ملك. طبعا تقسيم المجتمع اليزيدي حصل في اثناء مجيء الشيخ عدي بن المسافر الاموي الى وادي لالاش بكردستان العراق. فقسم المجتمع اليزيدي الى طبقات مراتب دينيه. 3 طبقات دينيه البير والشيخ والمريد طبقه عمية المريد. اما الشيخ يتكون من 3 اقسام شيخ ابو بكر شيخ شمس شيخ منت. 3 طبقات بطبقة الشيخ. أما المريد طبقة عامية والبير فيه له أقسام كثيرة في حوالي 40 بير من أنواع البير. بيرانية أقدم شيء بين اليزيدية. اليزيدية فيها 3 طبقات قاطاني غداني قاطاني شمساني. غداني اللي هي شيخ الشيوخ شيخ مند شرفدين شيخ حسن شرفدين وقاطني شيخ بكر شيخ اسماعيل عنزلي. الشمسانية اللي هي الطائفة الشيخ مندية الفخرانية الأمادية أماديني شمساني ناصر ديني هذول كلهم من الطبقة الشمسانية. ف طبقات اليزيدية كل واحد يعني أعلى بعدين أوطى 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 يعني تحت بعد كلهم بتقيدوا باحترام بنظام الدين. من ناحية الجيزة الزواج ما في بين الطبقات 3 طبقات وبين الطبقات
مثلا بالطبقه الشيخ بكر، انا من شيخ بكر، طبقه شيخ بكر، عندنا كمان زواج من هالطبقه، طبقه شيخ بكر كمان، ما في لا طبقه شيخ شمس ولا طبقه شيخ منت، هذول الكمال طبقات ما في جواز بيناتهم، في احترام وتقدير وكل شيء، يعني نحن متعلقين مع بعض، بس اما الزواج ما في بيناتهم. القاطنية اللي هي منهم شيخ بكر، هذول من هو مربي لنا، المربي هو المعلم الأساس اللي بناخذ منه تعاليم وأخلاق وآداب. وفي لكل طبقة كمان لهم مريدين، يعني نحن بالنسبة للشيخ الطائفة الآدانية مريدون، نحن شيوخنا نحن مريدون، للشيخ الطائفة القاطنية كمان لهم مريدين، هذول شيخون شيخ بكر، نحن لنا مريدين، مريد الطائفة الشمسانية. طبقة بطبقة إن شاء الله يكون الشيخ مجنون، مو شرط يجوا يبوسوا ايده هو مجنون، لانه لما يبوس ايده ما يبوس ايد هذا، يبوس ايد اجداده الاوليين، ان التقديس يعني من شبه الجدود، يعني مو انه هذا في كتار، يعني ما تشوفه انه هذا بير وهذا شيخ ويجوا يبوسوا ايده وسخه وهي، بس مع ذلك يبوسوا ايده لانه بيرجعوا ده مرجعوا الاساسي. إذا هذا الفقير كان لابس خرقة، اللي بيسموها خرقة شيخ غادي، خرقة بمعنى ثوب من بقايا ثوب شيخ عديب المسافر، إذا كان لابسها وإذا إجا هو بيعتدي على حدا، ضرب، يعني إذا ضرب حدا، إذا ضرب واحد يزيدي ومجرد ما شوفه الخرقة الثاني ما في يعتدي عليه أو يضربه أو بنفسه بنفس الأسلوب، أو نتيجة تقديسهم لعدي بن مسافر الأموي. أنا بالنسبة لي ولدت سنة 36 بقرية كان موجود فيها يزيدية ومسيحية وإسلام، يعني طبعا عشيرتنا اللي بسموها بالكان ثلاث أديان هذه موجود فيها، يعني فأنا ربيت مع الثلاث أديان، صرت تماما إلا بالفترة الأخيرة ما كان في انه هذا يزيدي وهذا مسيحي وهذا مسلم، ما كان موجود. يعني انا عمري ما شعرت واحد يزيدي من خلال المعامله انه انت يزيدي، وهو ما شعرني انا كمسلم، بحكم ان بالبدايه قلت لك الوعي القومي والوعي الثقافي اللي ظهر مؤخرا، حتى لو نتاخر شويه لكن العلاقه طبيعيه واكثر من طبيعيه. العقيده اليزيديه قديمة ولها جذور قديمة، يعني هناك من يربطها بالحضارة السومرية، بالحضارة الميدية التي كانت في المنطقة. هذه الديانة أساسا ليس لا وجود لإبليس أو للشيطان في عقيدتها، لا وجود للشيطان في مفاهيمها الدينية أساسا، فكيف نتهمها بعبادة الشيطان؟ بسوريا عندنا اليزيديين ما تعرضوا للاضطهاد، يعني ما اجى واحد مسلم وقتل واحد يزيدي وقال له لانك انت يزيدي بدي اقتلك، ولا حتى السلطه ما مارس هالشيء على اليزيديه بسوريا، لا هي الحقيقه التاريخيه بنحكيها بكل ضمير. بعدين صار في عندنا نحن انا وجيلي، يعني انه ليش نحن مختلفين عن غيرنا وليش هالرده الفعل، فصار في عندنا اهتمام عم نحن الشباب انه نتعرف على ديانتنا اكثر لحتى نقدر نجاوبهم على سؤالهم. هون صار في توجه عام للشباب اليزيدية الاهتمام بالديانة نفسها،
سواء بالميثولوجيا اليزيدية، سواء بعقائدهم وطقوسهم أو بعباداتهم. أنا أبداً ما حاولت أني أخبي ديني عن حدا، لأنه بالأساس تعلمت ضمن أهلي أنه أحكي بصراحة وما أخجل من حالي أنه أنا يزيدية. ممكن ما كنا نعرف كيف ندافع عن حالنا، بس لازم نحكي أنه نحن يزيدية، في شيء موجود بهذا المجتمع اللي هو الديانة الإيزيدية، لازم نحكي. كل شيء حقيقة ومظبوط نشترك نحن، يعني ما بختلف الديانة مع الثاني، لأن كل شيء عم بيجي إذا بدنا نحكي مظبوط أو إيزيدية أو الإسلام أو المسيحية، يعني كل شيء على حقيقة. إذا ما في حقيقة معناته ما هو مظبوط. بس برات الحقيقة طلعت معناته هذا ما هو مظبوط. يعني كل دين بيحكي مظبوط وبيمشي مظبوط ومو حدا أحسن من حدا، نحن نحب. لأني أنا ماني أحسن منك وأنت مانك أحسن مني إلا بعملك. نحن هالشي هذا نحن نحبه. بما أنه وصلنا لمرحلة لحرية الأديان وصار في توجه عام لشبابنا نحن الإيزيدية أنه يهتموا بديانتهم ويظهروها، طبعا بحكي عن الشباب هون بسوريا، فما بتصور أنه ديننا ممكن يختفي، إنما العكس بتصور أنه هذا التوجه العام من كل الشرائح من كل الفئات العمرية باهتمام الديانة الإيزيدية أنه يصير فيها تعريف أكثر وأنه الناس تتعرف عليهم أكثر.